كيعرف الجميع كان واحد النقص كبير جدا اللي كيوصل حتى 70%، وهذا بالفعل اثر على الواردات ديال 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 السدود. رغم ذلك كتبقى السدود ديالنا مقارنه مع السدود ديال الصعيد الوطني فهي في واحد النسبه جيده جدا مقارنه، وخاصه السدود ديال المناطق اللي كتحتويها الغرفه الفلاحيه الجهويه لا على صعيد الغرب ولا على صعيد اللوكوس. فكان اليوم راكينا في الوحده 56% مقابل 77 السنه الماضيه، ودريس الاول 44% مقابل 72 السنه الماضيه. الحاله محرجه في السد ديال القنصره، عندنا 25% مقارنه 30% السنه الماضيه. هنا غنعطيكم واحد، الى لاحظتوا معايا كتشوفوا السدود ديال المغرب كامل، جهات كامل، جهه 12 بحال دابا الجهه ديال الدكاله السدود ديالها يلاه 7% صفر متر كوب بالنسبه للريغاسيون صفر ما كاينش. ملويه 9% تادله 14% حتى ملويه صفر متر كوب بالنسبه للصرف ما كاينش. تادله 14% سوس 15% تافيلات 15% الحوز. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.